راكم تشوفوا هذه الصورة هذه. كما قلت سابقا، تعد محطة برشلونة للقطار محطة استراتيجية في العاصمة تونس. اتجهنا منها إلى محطة التيجيام حيث توجد حافلات سيدي بوسعيد، وهنا قابلنا هذا المنظر الرائع، منظر ساحة في تونس في سيدي بوسعيد، حيث الجمال، حيث الأزقة البهية المعبدة بالبلاط المصفف، وكذا المرصعة جدرانها باللونين الأزرق والأبيض. أنت حيث الراحة النفسية، حيث التنوع الثقافي، أنت حيث يتمركز السياح القادمون إلى تونس. أنت في سيدي بوسعيد، واحدة من أجمل الأماكن في تونس. لنواصل جولتنا.